انت ما مثلتيش ليه بقى؟ يعني مثلتي يمكن مسلسل او اتنين في الاذاعه ومثلتي مسرحيه. صحيح. بس اللي انا عارفاه انه اتعرض عليكي انك تمثلي مسلسل في التلفزيون وحاجات زي كده. مره زمان وكان بس مش مسلسل. كان فيلم. ان انا اعمل فيلم سينما وكده. وكان يعني مش عايزه اقول ايه، استثمار لنجاح سلامات. يعني حتى كان الفيلم اسمه سلامات. عارفه ازاي؟ الفوا فيلم على الاغنيه. بالظبط كده. زي مش عايزه اقول ايه، لما اقول زي لولاكي مثلا، زي علي حميده لما طلع وكسر الدنيا في لولاكي، اتعمل فيلم اسمه لولاكي. ولو مثلا في مسلسل بيتعمل بنجوم كبار بكتابه حلوه، ما تمنعيش انك تاخدي دور؟ لا خالص، بالعكس انا فعلا بتمنى. انا اقول لك على حاجه، النموذج اللي انا نفسي اعمله ايه؟ فاكره اوراق الورد بتاع الفنانه الكبيره ورده؟ يعني عمل مكتمل من كل النواحي. تمثيل، اغاني اللي كانت جوه العمل. يعني هو مش موضوع ورده بتمثل بس، الفنانه الكبيره ورده الله يرحمها مش بس بتمثل، بتغني اغاني حلوه قوي. لو اتغنت بره المسلسل لا، يعني حاجه كل حاجه كده لوحدها حلوه، كل غنوه لوحديها حلوه. بليغ. كلمات عبد الوهاب محمد والحان بليغ حمدي. فهو ده اللي انا بتمناه. لا مش